اهلا بكم الى صباح جديد، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تنضموا لنا في هذا الصباح فلسطين. هذا الصباح اليوم 30 من شهر تموز، خلص الشهر، يسعد صباحك. يسعد صباحك محمد، صباح الخير لكل من بتابعنا. لسه ضايا اليوم والله بيعلم كيف يمرق اليوم، بما انه شهر سبعه عباره عن سنه. ان شاء الله دائما تكون كل ايامكم خير ومحبه وفرح. واكيد اليوم رح نكون معكم على مدار ساعتين من الزمن في العديد من الفقرات والمواضيع المتعدده. إذا خلينا نتوقف لنشوف أبرز ما تحمله جولتنا الصباحية لها اليوم. إحنا منتابع في جولتنا في الصحافة المحلية، نتوقف مع أبرز ما سلطت الضوء عليه الصحف المحلية الثلاث: الحياة الجديدة، الأيام، والقدس. نبدأها بصحيفة الحياة الجديدة والخبر الأبرز اللي كان أيضا موجود على الصحف الثلاثة، وهو عهد التميمي ووالدتها نريمان ومعانقتهم للحرية بعد اعتقال دام لثمانية أشهر. السيد الرئيس بالأمس استقبل عهد ووالدتها والعائلة في مقر الرئاسة برام الله، وقال إن المقاومة الشعبية هي السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال، وأيضا وصف عهد بنموذج للنضال الفلسطيني الحرية والاستقلال. بدورها عهد أشادت بجهود السيد الرئيس المتواصلة لدعمها وحينما كانت في الاعتقال، بدعم الأسرى جميعا، دعمه لعائلتها أيضا. وحضر اللقاء نائب رئيس حركة فتح محمود العلول وعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، أيضا رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمر. تقرير عده الزميل محمد بدرني يخص الأسيرة المحرر عهد التميمي، نتابعه سويا. عهد التميمي إلى الحرية، عنوان تصدر كل وسائل الإعلام حول العالم. نتابع جولتنا في الصحافة المحلية وأبرز ما جاء في صحيفة الحياة الجديدة. من الأخبار التي سلطت الضوء عليها هي للأسرى، وخمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال. جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكي الذي يبلغ من العمر 30 عاما من بيت لحم يواصل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما، وخلال الفترة القليلة الماضية جرى نقله من عزل معتقل الرملة إلى المستشفيات المدنية للاحتلال أكثر من مرة نتيجة لتردي وضعه الصحي. نتابع وإياكم من الأخبار على أولى الحياة الجديدة تصريح لأبو هولي، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي قال إن مبادرة السيد الرئيس أقصر الطرق وأنجعها للوصول إلى تفعيل حل الدولتين، كما قال إن تخفيض الولايات المتحدة لمساهمتها في الأونروا هو مخطط لتصفية هذه الوكالة الشاهد الدولي على قضية. جاء هذا خلال انطلاق فعاليات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالدول المضيفة. نتابع وإياكم أيضا من أبرز الأخبار على أولى الحياة الجديدة تصريح لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الذي قال لا أستطيع أن أوافق على شيء لا توافق عليه السلطة الفلسطينية. جدير بالذكر أن أيضا وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. جاء هذا خلال مباحثاته مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. نتابع أيضا من الحياة الجديدة ومما جاء عليها: القائمة المشتركة تدعو أعضاء الكنيسة العرب في ائتلاف نتنياهو للاستقالة. هذا جاء عقب قرار الكنيسة العنصري بخصوص القومية. من جانبه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب وزرائه بالدفاع عن هذا القانون وعدم الاعتذار، وحذرهم أيضا من الاعتذار. من الحياة الجديدة ننتقل وإياكم ونقرأ من الأيام بعيدا عن التكرار ومن على أولاها. نقرأ من العاصمة: سلطات الاحتلال ترصد ميزانية لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في سلوان، ويقضي هذا المشروع بإقامة مركز تراث على اسم يهود هاجروا من اليمن إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر. من القدس إلى غزة، وبحرية الاحتلال تستولي على سفينة كسر الحصار وتقتادها إلى ميناء أسدود. اللجنة الدولية لكسر الحصار أعلنت هذا في بيان صحفي، وقالت إن الاحتلال أجبرها على التوجه إلى ميناء
أسدود. من الأيام نقرأ أيضا وإسرائيل تفرج عن الفنانين الإيطاليين اللذان رسما لوحة جدارية لعهد التميمي في بيت لحم. أيضا من أبرز الأخبار التي جاءت على أولى الأيام تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور صائب عريقات، الذي قال لن نقف ضد أي جهة تقدم المساعدات للفلسطينيين ولكن عبر السلطة. جاء هذا في تصريح خاص عبر شاشة تلفزيون فلسطين. وقال أيضا عريقات إن السيد الرئيس أعطى أولوية كاملة لإنهاء الانقسام ونأمل من الأشقاء في مصر النجاح في ذلك. ومن الأيام أخيرا إلى صحيفة القدس، ومن على أولاها نقرأ شهيدان في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها باتجاه المراكب في بحر غزة. نتابع أيضا من صحيفة القدس ومن أبرز ما جاء فيها: بريطانيا ستضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، هذا ما قررتها وما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت يوم الجمعة الماضية. ومن المفروض أن يساعد هذا الاستثمار في خلق فرص عمل للمئات في الضفة الغربية قطاع غزة وأيضا القدس الشرقية. نتابع أيضا من صحيفة القدس ومن على رأس الصفحة: أدباء ومفكرون إسرائيليون يوقعون عريضة احتجاجية ضد قانون القومية. جاء هذا في أعقاب استقالة عضو الكنيسة زهير بهلول من المعسكر الصهيوني من الكنيسة وتأكيده، حيث قال: لن أعطي شرعية لهذا الكنيسة العنصري المتطرف الذي يطارد الأقلية العربية المرة تلو الأخرى. من القدس نقرأ أيضا والخبر الأخير هو تصريح لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الذي قال: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين الإسرائيلية المعادية، ودعا إلى تشكيل شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للأسرى. جاء هذا في كلمته أمام المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت. ومع ختام جولتنا في الصحف المحلية نعود للخبر الذي حاز على اهتمام الصحف المحلية العربية والعالمية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحرية، معانقة عهد ووالدتها نريمان للحرية يوم أمس. بالطبع نتمنى الحرية والإفراج العاجل لجميع الأسرى، ولكن نتوقف مع هذا الخبر بالتحديد. والزاوية خاصة رح يكون معنا فيها زميل محمد، إليك مجددا. شكرا فرح. يعني فعلا عهدنا الحرية لجميع الأسرى حتى تكمل فرحتنا. طبعا صباح هذا اليوم ننوه أن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 20 مواطنا منهم 4 صحفيين، أيضا نتمنى لهم الإفراج العاجل. بالأمس كان في فرحة في فلسطين، في كل بيت فلسطيني، ونتمنى أنها تكمل بكل بيوتنا وكل عائلات الأسرى. ومشهد جميل كان بصراحة بعيد عن أضواء الإعلام والصحافة، لما عهد أول ما وصلت والتقت صديقاتها وذهبوا ليتناولوا بوظة كان جعبالها عهد، هي صورة انتشرت صحيح. بالمناسبة على كثير مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا يعني مشهد انتظار الناس من كل مكان، حتى أنه الاحتلال حاول مراوغة في الإعلان عن مكان صحيح. يعني خروجها تحديدا، كان هناك الناس موجودين سواء في منطقة طول كرم على حاجز جبارة أو في محيط حاجز رنتيس وأيضا في قرية النبي صالح، كلهم كانوا موجودين. فهي كانت كل الأنظار بتتوجه صحيح. نحو عهد التميمي ونحو هذه الطفلة الفلسطينية البطلة. الآن سوف ننتقل إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس. سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكل شعبنا الفلسطيني، صباح الخير للأسرى، وصباح الخير طبعا لعهد التميمي وعائلتها. والصحف العبرية أيضا كانت هناك تغطية واسعة. فايز عباس، سعد صباحكم من جديد. فرح، احنا مكملين معكم بمجموعة من فقراتنا اليوم ومواضيعنا، لكن بعد وقفة قصيرة خليكم معنا. تحدث عن إصابات العمل والسلامة المهنية وإجراءات الوقاية وأيضا إجراءات الرقابة على ورش البناء وورش العمل. قبل 4 أيام فرح كان في حادثة في نابلس، وهي كانت انهيار لسقف مبنى قيد الإنشاء، وكان في إصابات لتقريبا 6 من العمال موجودين صحيح. في هذه المنشأة. هذا موضوع هو جديد قديم، ولكن في كل مرة ضرورة طرحه بتنبع من أهمية الحفاظ على سلامة العمال
وكونه أكبر شريحة من مجتمعنا هي بتمثل فئة العمال، وأيضا بسبب ارتفاع معدل الإصابات اللي مشاهدها بين كل فترة وفترة، سواء في العمال بيعملوا في السوق المحلي أو اللي بيعملوا داخل الخط الأخضر أيضا. إذن بالتالي رح نتحدث عن أرقام وإحصائيات، نتحدث عن القوانين الموجودة، ضرورة تفعيلها والرقابة عليها، والإجراءات بشكل عام بخصوص السلامة خلال العمل. لتفاصيل أكثر منرحب بضيفنا هنا بالاستوديو سكرتير دائرة الصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام لعمال نقابات عمال فلسطين. تقريبا 70% من الإصابات العمل هي في قطاع الإنشاءات، قطاع البناء يعني، والعامل الفلسطيني يمكن بيشتغل في هذا المجال أكثر من المجالات الأخرى نظرا للحرفية أو أسباب أخرى يعني. فقديش ممكن إحنا نعمل رقابة على هذه الإنشاء؟ هو المطلوب من جميع الجهات المختصة، ولكن اسمح لنا نتوقف مع بعض المقابلات اللي أجرتها الزميلة مريم الطريفي بخصوص موضوع إجراءات السلامة للعمال، وبعدها منتابع حديثنا. تحية لجميع العمال، ولكن قبل ما نرجع للنقطة اللي كنا نتحدث فيها قبل ما نشاهد هاي المقابلات، نتوقف عند ما رأيناه التزام العمال بالزي اللي شفناه في هذا التقرير وهاي المقابلات. بدي أكون صريحة، إحنا كثير بنمشي في الشوارع وبنشوف ورشات عمل، وبصراحة كثير قليل لنشوف العمال متقيدين في هذا الزي الخاص بالعمل. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي محمد، بس كثير قليل بنشوف هذا المشهد. صحيح، هو بالتالي إذا ما تفضلت وبدرجع لموضوع سابقا، في ثقافة وفي شراكة. إذا كان هناك في ثقافة وفي شراكة حقيقية ما بين الجهات عائلات، فبالتالي احنا بنتمنى يكون صوتك وصوتنا ايضا وصل بالجميع انه يتخذ اجراءات السلامه واخذ الحيطه والحذر. بدنا نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، سكرتير دائره الصحه والسلامه المهنيه للاتحاد العام لعمال